هنالك كثير من الرضوض على رأسه وجسده، لا يزال في حالة صدمة، وهناك جرح عميق في رأسه. قل شيئا إن كنت تسمعني. صنفت حالته في الدرجة الرابعة لأنه احتك مع الوحش. أبقيه معزولا حتى نتحقق أن النوى قضت على أثار الفيروس في جسمه. ضعه تحت المراقبة 24 ساعة. لنبدأ بتعقيم المناطق المصابة. أجل يا سيدي، أداؤها كان أفضل مما توقعته نظرياتنا. هل تنطبق هذه الأوامر على الأنساي؟ نعم، لكن نحن في حاجة إلى إجراء بعض التحليلات. هذه الفتاة ثروة حقيقية يجب المحافظة عليها. ماذا تقصد؟ سأحاول. آي، ماذا تفعلين؟ أترين؟ إنها تمطر. أنهت آلات النوى عملها الآن وأصبحت جروحك بخير. وإلى متى سأظل هنا؟ سنجري لك بعض التحليلات، لا تخف، آلات النوى تمحو آثار الفيروس. أظن أنه يمكنك المغادرة يوم غد. ما بك؟ حنجرتي. أرني. التهاب بسيط، سنعالجه بسرعة. حسنا، عن إذنك يا دكتور. جيد، كل شيء على ما يرام. آلات النواة تلتهم الفيروسات. يبدو أنك لا تعاني أي مرض، هيا انهض هيا. ما الذي تشعر به الآن؟ متى ستخرج؟ بعد أن تظهر نتائج التحليلات. جيد، يجب أن تستغل هذا الوقت لتستريح. نعم، نريدك أن تعود إلينا أقوى مما كنت. سأنتظرك لنتبارى في لي الذراع. يبدو أنه اشتاق إلى الهزيمة. هيا، يجب أن نسرع. إلى اللقاء يا يوشي. احذروا. لا تقلق علينا، سيستخدمون السلاح الجديد وينتهي الأمر بسرعة. أرجو ذلك. اطمئن، سوف نكون بخير. إلى اللقاء يا يوجي.
موقعهم الآن في منطقة إعادة التنظيم، في الطابق الخامس لمطبعة قديمة. من حسن الحظ أن المنطقة خالية من السكان. ما عدد المهاجمين هناك؟ ليس لدينا معلومات محددة. ما أخبار النوى؟ تكبدوا خسائر فادحة في المعركة الأخيرة، ولا أظن أنهم يستطيعون الصمود وقتا طويلا. أنت لا تريد أن تفقد مزيدا من أعضاء فرقتك يا كودو. حسنا، لتستعد الفرقة الثالثة. هناك فرقة النوى، أين الوحوش؟ معلوماتنا تفيد أنهم في الطابق الثالث، لكننا لسنا واثقين. علم. اهتم بنفسك. لا أرى أحدا هنا، لنبحث في مكان آخر. هذا أحد. فرقة النوى، ما الذي يحدث؟ أجيبوا! بدأت الوحوش بالاندماج، تراجعوا بسرعة، هناك أعداد كبيرة منها. يجب منعها من الاندماج بأي وسيلة. افعلي كما فعلتي في المرة السابقة. هيا يا آنسة آي، اذهبي واخدي على الوحوش. وحدة الليزر، هيا ابدأ العمل. هيا يا آنسة آي. أسرع يا تشان. الطاقة القصوى. رائع. ما رأيك، هل نطلق الآن؟ أجل. آي، ما الأمر؟ آي، ماذا حدث؟ انخفضت طاقتها وتدهورت حالتها فجأة. يجب أن نحاول ثانية. ما الأمر الذي أصاب الآنسة؟ يبدو أن هنالك مشكلة كبيرة. ماذا يفعل الغبي دوميكي؟ وحدة دوميكي تنسحب الآن. علينا أن نستخدم القنبلة الحارقة. أعطي جميع الوحدات الأوامر لإخلاء المنطقة إلى محيط كيلومترين.
كن حذرا. لنخرج من هنا هيا. الوصول إلى درجة الحرارة الحارقة للفيروس على محيط كيلومترين من موقع الانفجار. نظفوا تلك المنطقة. يوجي. ماذا يحدث؟ يوجي تانيا جندي من النوى. أيها السادة، مر يومان على حادثة انفجار خزان الغاز الضخم. لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين، لكن الأمطار الغزيرة تجعل الوصول إلى الموقع صعبا جدا. من الواضح أن الوضع يزداد تعقيدا، ولم يعد المنقذون قادرين على العمل كما كانوا يتوقعون. هذه أنت؟ أظن أنك السلاح الجديد. تكلمي، أليس كذلك؟ لما لم تقاتلي؟ ولما اخترت ذلك هذه المرة؟ لقد قتل كثيرون وجرحوا. أنا آسفة. هل أنت يوجي تاميا؟ أجل، أنت رهن الاعتقال بتهمة العصيان المسلح. سلمنا آي بلا أي مقاومة. أسرع أبك. هيا انتظر. كفى، لا نريد إذاء الآنسة. لم أتوقع ذلك. هذا سيء جدا. يا إلهي، ما العمل؟ ما العمل؟ بخير؟
يوجي. إذن أنت السلاح الجديد. أظن ذلك مع أنهم لم يخبروني بشيء. إنهم يكتفون بالتحديق بي من خلف الزجاج. هناك في تلك الغرفة الباردة يتركونني وحيدة ويمتصون طاقتي. إنني وحيدة منذ جئت إلى هنا. ذات مرة أحضروا لي جروا صغيرا لكن أدائي تراجع فعادوا وأخذوه. كان حزينا ينبح يخدش الزجاج. كان خيرا له أنهم استعادوه. لقد فرح، رأيت ذلك في عينيه. كل من يقترب مني يصبح حزينا. أأنت كذلك؟ هل أنت بخير؟ هذه السلالة الجديدة من الفيروس M35 أخذت من يوجي تاميا أحد جنود النوى بعد المعركة التي أصيب فيها. الشيء المذهل هو أنها تدمر آلات النوى. مع ظهور هذه السلالة المختلفة من الفيروس ينتهي زمن تفوق النوى في المعركة. هذا يعني أن آي الآن صارت وسيلة الدفاع الوحيدة لدينا. يا للمصيبة. يجب أن نستعيد الآنسة آي بسرعة، وفيما بعد ندرس أمر المصابين بالفيروس. كودو، ما الذي تخطط له؟ نوى سبعة ينادي نوى ثلاثة، أرجوك أجب. نوى سبعة ينادي نوى ثلاثة، أرجوك أجب. نوى سبعة ينادي نوى ثلاثة. نوى ثلاثة، أجب إن كنت تسمعني. أنا سعيد لأنك لم تصب بأي أذى يا يوجي. في الحقيقة شعرنا جميعا بالقلق عليك. فوجئنا بالخبر. نعم، لم نتخيل أن يلاحقك رجال الشرطة وتضطر إلى الهرب منهم. أخبرنا، ما الذي حدث؟ من هذه الفتاة؟ آي، إنها أختي. ليس هذا وحسب. الجميع يعلمون الآن أن الآنسة آي هي السلاح الجديد. لكنه سلاح ضعيف. تاو،
إنها طائرة حربية. إذن كانوا يراقبون إرسالنا. النار حتى لا يؤذوا الأنسة آي. حصرنا، كونوا مستعدين جيدا. أنزلوا جنودهم. انتبهوا يا جنود النواة، أنتم محاصرون فلا تقاوموا، واستسلموا فهذا لمصلحتكم، إن فعلتم ذلك فسوف نعاملكم معاملة جيدة في محكمة المجلس العسكري. هل علينا أن نقاتلهم جميعا؟ نعم، لا بد من ذلك. لكن هنالك على الأقل 30 أو 40 آليا. لا أصدق ذلك. لنتحرك. ابقي هنا، سوف نهتم بالدفاع عنك. آي، انتظرينا هنا حتى نعود. هيا. شانغ، كن حذرا، إنهم يحاولون القضاء علينا، يريدون استعادة آي بأي ثمن. هل تريدين إنقاذ يوجي؟ تذهبي. من يقترب مني يصبح حزينا. سيدي، تلقينا الآن أنه تم استعادة آي. ممتاز، لا بأس، مع أننا ضيعنا كثيرا من الوقت. لقد انتهت المهمة. وماذا نفعل بالمصابين؟ سيؤخذون إلى المجلس العسكري. أظن أن كودو ينوي أن يكمل عمله في تطوير النوى. اكتشفوا طريقهم وشكلوا حاجزا لإيقافهم.
يجب أن نتخلص منهم بسرعة، وعليكم أن تساعدوا على ذلك.